مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ومحبه وسرور. نحييكم باجمل تحيه، وها هي الانطلاقه لشوطنا التاسع في مجموع الاشواط وشوطنا التاسع الخاص. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا خاص هذا الشوط بالابكار. اذا الحجايق لمسافه هنا اذا 3 كيلومترات. نسير معكم في الانطلاقات، نسير في التحديات، نسير هنا على الصدارة وعلى المقدمة والمنطلقة. هنا أيضا مخلصة خليفة بن سلطان بن جابر المطيوعي على الصدارة وعلى المركز الأول. هناك عون عبد الواحد بالخزع بالعثة العامري، ولكن أرى التسلل هنا من أصيلة خليفة بن حمدان بن محمد الحميري، من تنطلق بهذه الانطلاقات والتحديات. الوصول هناك من أيضا القادمة هنا الشايبة علي بن راشد بن ناصر الدرعي، مع الشايبة قادمة بكل قوة. الوصول من أريام محمد بن خليفة بن محمد بن شاهين بالصلاف المرر، وهنا تأتينا بطولة منصور بن سالم بن علي العمري القادمة بتحدياتها وإثاراتها. هناك تأتينا الشاهينية مطر بن غدير بن حمد الدرعي المنطلقة بتحدي وصول، كذلك هنا من العزوم علي بن محمد بن ياسر العمري، وهناك المرعوشة صالح بن رضا بن سعيد العامري، من تنطلق بهذه الانطلاقة والوصول على عاشر مراكزنا من سلابة علي بن السليمي بن سالم العمري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى لنا. عودة مشاهدينا الكروم إلى التغييرات التي تطرو وتجرو هنا في هذا الانطلاق والتحدي. الصدارة صدارة العزوم عامر بن محمد بن ياسر العمري، من انطلقت على الصدارة وعلى المركز الأول، ومن الجانب الآخر شعار بالشريويح من الجانب الآخر في الانطلاق والتحدي. هنا الوصول من سلابة علي بن سليمي بن سالم العمري، وكذلك التدخل القوي من مطفية أحمد بن محمد بن حارب الدرعي أيضا. الله الله الله، القادم أحلى، وصلت هنا صيت صيت علي بن سالم بن حمد الفيدة المري، من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، سيطرت على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني مطفية لأحمد بن محمد بن حارب الدرعي، وعلى المركز الثالث المركز الثالث والقدوم هنا من طواري طواري سعيد بن أحمد بن محمد بن حطم العامري قادمة وعينها على الصدارة، ولكن هذه اللي غيرت هنا. بقدة 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 عودة بن سلامة بن غانم العطوي هنا قادمة أيضا على المركز الثالث في هذه الانطلاقات والتحديات. ثلاثية ثلاثية جميلة بانطلاق وتحدي مع 600 متر الأخيرة. أرى الوصول هنا غزر 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 علي بن محمد بن مكتوم الينيبي أيضا قادمة بالتحدي الجميل، ولكن الصدورة الصدورة مع صيت 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 على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الصيت هنا لعلي بن سالم بن حمد لفهده المري على الصدورة على المركز الأول. المركز الثاني مطفية أحمد بن محمد بن حورب الدرعي، ولكن الله اليافل اليافل محمد بن علي بن سعود الكتبي قادمة بكل قوة، كذلك غارة عبد الله بن سالم بن مبارك الفهده المري الله، ولكن هنا الصدورة هنا المقدمة. المركز الأول صيت صيت علي بن سالم بن حمد الفيدة المري على الصدورة على المقدمة على المركز الأول. تهانينا والناموس على هذا الفوز، صيت علي بن سالم بن حمد الفيدة المري. المركز الثاني اليافل حمد بن علي بن سعود الكتبي. هناك الانطلاقات والتحديات من قبل مطفية أحمد بن محمد بن حارب الدرعي، وعلى المركز الرابع مشاهدينا الكرام كانت الانطلاقة من الظبي راشد بن محي بن عبد الله المنصور
المنصوري، وعلى المركز الخامس كانت هناك الوصول من غزر علي بن محمد بن مكتوم اللي نيبي، ولكن هنا التحديات. التوقيت الزمني شاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه التحديات ولحظة الوصول هنا أيضا لصيت معلن الفوز ومعلن الناموس علي بن سالم بن حمد الفيدة المري بأربع دقائق 33 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل، بينما المركز الثاني 34 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثانية اليافل لمحمد بن علي بالسعودي لقتبي، وعلى المركز الثالث وصلت هناك الانطلاقة من قبل مطفية لأحمد بن محمد بن حارب الدرعي قاطعة المسافة. مشاهدينا الكرام بأربع دقائق 34 ثانية، ثمانية من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.